يعني ملفات عديدة في جوه نادي الزمالك، محتاجة نقاش، محتاجة إيضاح، محتاجة نعرف تفاصيلها، كواليسها، قناة الزمالك الجديدة وضعها إيه، هل فعلا هيبقى في طفرة جديدة، قناة الزمالك دي وضعها إيه، هتشتغل إزاي، ظروفها إيه، مين الناس اللي هتبقى موجودة، مقدمين البرامج، المعدين، الأفكار بتاعتها إيه، الخريطة بتاعتها شغالة إزاي، موقف أحمد الشناوي، تجنيس معروف يوسف، مسير شيكابالا، الجدل المصارع حول جروس وامير مرتضى منصور مسك مشرف على الكوره، متحدث رسمي او مدير كوره او يعني المنصب هنعرف توصيفه دلوقتي ايه بالظبط، محطه طارق حامد وضعيته ايه، فرجاني السياسي جاي ولا ايه الوضع، حاجات كتير قوي قوي ما ينفعش نتكلم في كل ده لما يكون معانا يعني مش هقول كاتم اسرار، لا ده الشريك الاساسي في صنع القرار في المطبخ الرياضي ودائرة صنع القرار جوه نادي الزمالك، زميلي العزيز وعشرة عمري استاذ احمد الخضري، مدير المنظمه الاعلاميه في نادي الزمالك، اللي مشرف اهل مصر ومنورنا واللي لبى الدعوه واللي ما تاخرش علينا، اول ما قلنا له الراجل فورا استجاب، لانه طول عمره احمد الخضري يعني بيتعامل مع الناس بصفته الاعلاميه وعارف يعني ايه اعلام وعارف يعني ايه صحافه، فما بيتاخرش ابدا عن ايضاح اي حاجه. نور استاذ احمد اهل مصر. اهلا بيك، ما اقدرش اتاخر عنك يا احمد. ربنا يخليك. مستحيل طبعا، احنا طبعا بتشرف ان احنا جيل واحد. ربنا يخليك. وانت مهني وصحفي كبير، عمري ما اقدرش، انت بالذات ما اقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك. يعني ربنا يخليك. ده شرف ليا. ما اقدرش، اول ما قلت لي طبعا في الحلقه على طول، يعني ان شاء الله تشوف كل حاجه، انت عارف ما اقدرش اخبي كل حاجه. طبعا في حاجات اللي هيحصل في المستقبل ممكن ما اقولش طبعا، لكن صدقني اي حاجه حصلت او في التفاصيل او في المتاحه هتتقال عليك على طول. يعني انت هتكلم الناس النهارده عن قناه الزمالك؟ اه طبعا، كل اللي انت قلته هجاوب عليه. وموقف احمد الشناوي كله فرجاني كله. امبارح بالليل كنا مع يعني وكيل فرجاني قاعدين لغايه الساعه 4 الصبح، اقول لك برده هنعرف التفاصيل. تمام. ومعروف يوسف والقصه بتاعت التجنيس، وده يعني اول لعيب يعني اجنبي الناس تبقى متمسكه بيه بهذا الشكل. تمام. ان هو قاعد في مصر فتره طويله، والراجل اظهر حب غير عادي لنادي الزمالك، وبيتعامل الناس بتعامله ان هو يعني ابن نادي الزمالك فعلا من الصغر، مش مجرد واحد محترف افريقي جه نادي الزمالك. كل ده هتلاقيه موجود عندك. تلاش طب تمام، زي ما انتم سمعتوا كده يا جماعه، تابعونا، حلقه شيقه جدا، استاذ احمد الخضري هيوضح كل الاسرار والكواليس وهيحط كل اوراقه على الترابيزه بشفافيه كامله في اهل مصر.